የእግዚአብሔር ጄኔራሎች የስኬታቸው ሚስጥርና የአንዳንዶቹም የውድቀታቸው ምክንያት አዘጋጅ ሮበርት ሊያርደን ትርጉም ዳንኤል ነጋሽ አርታኢ ናታን ደምሴና ዘላለም ቸርነት ተራኪ ስንታየው ጸጋዬ ዊሊያም ሴይሞን የመንፈስ ቅዱስ አቀጣጣይ ክፍል አንድ በጣም ውብ በሆነው መነጽሯ ውስጥ አሻግራ አያየችኝ መጋቢ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አምናለሁ ነገር ግን ጩኸትና ጫጫታው ፈጽሞ አይመቸኝም አለችኝ የኔ እህት ልክ እንደኔ ነሽ በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል የሚገለጡ ብዙ የማይመቹኝ ድርጊቶች አሉ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ሲመጣ ግን ያስደስተኛል በማለት መለስኩላት ባለመስማማት ሁኔታ ውስጥ ሆና ትንሽ አፏን ጥመም አደረገች እኔም በመቀጠል ትንሿ እህቴ ሆይ ወደ ጸሎት ክፍል ሄደሽ ለመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መጸለይ የምትፈልጊ ከሆነ እባክሽ አሁን ሂጂ መንፈሱን ስትሞይ ግን እንዳትጮሂ በተቻለ መጠን ራስሽን ለመሆን ሞክሪ አልኳት ራሷን እየነቀነቀች በእርግጥም መሄድ እፈልጋለሁ አለች በግምት ከጸሎት ክፍሉ 25 ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ቢሮዬ ውስጥ በስራ የተጣደፍኩ ሳለሁ ድንገት በኃይል ሰንጥቆ የሚወጣ ድምፅ ሰማሁ በፍጥነት የቢሮዬን በር ከፍቼ ስወጣ ልክ እንደተተኮሰ ጥይት ተፈንጥራ ከጸሎት ቤት ወደ ውጪ በመውጣት እየዘለለችና በጩኸት የጌታን ስም እየጠራች ትሮጥ ነበር በጣም ዘመናዊና ውድ በሆነ ልብስ አጊጣ ፍጹም እርጋታ በተሞላ ሁኔታ የነበረችው ያቺ እህት ስትደንስ ስትጨፍር ስታለቅስ ልርሳን ስትናገርና በእንግሊዝኛ ቋንቋ እግዚአብሔር ስትባርክ መስማት የሚያስገርም ነበር ወደ እርሷ ቀረብ ብዬ የኔ እህት እያደረግሽ ያለሽው ነገር በአጠቃላይ ብዙም አልተመቸኝም ብዬ ፈገጋል ድንገት ለየት ያለ ዝላይ ወደ ላይ በመዝለል ሊሆን ይችላል እኔን ግን ተመችቶኛል በማለት ፈርጥም ብላ አየችኝ ዊሊያም ሴይሞር በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የመንፈስ ቅዱስ አቀጣጣይ ሆኖ በማገልገል በሎስ አንጀለስ አዙዛ ስትሬት አካባቢ ይገኝ የነበረውን አነስተኛ የፈረስ ጋጣ ወደ ዓለም አቀፍ የሪቫይቫል ማዕከልነት የቀየረ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። በወቅቱ በነበረው መንፈሳዊ ስብሰባ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ዋና መገለጫ የነበረው በልሳን መናገር ትልቅ ድርሻ የነበረው ሲሆን ሴይሞር ይህንን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ለማስተባበር በተቋቋመው የመጀመሪያ ቡድን ውስጥ መሪ አገልጋይ ነበር። የአዙዛ ሪቫይቫል ቀደም ሲል የነበረውን አስቸጋሪ የባህል አጥር በመሻር ጥቁሮችን፣ ነጮችን፣ የስፔንና ፖርቹጋል ዝርያዎችንና ሌሎች አውሮፓውያንን ያገናኘና አብረው እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ያደረገ ነበር። ምንም እንኳን የሪቫይቫሉ ስኬት አጭር ቆይታ የነበረው ቢሆንም እስካሁን ድረስ ፍሬውን እየተካፈልን እንገኛለን። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ባሉ ብዙዎች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዘንድ ሁሉ የአዙዛ ስትሬት ሪቫይቫል የሚታወቅ ነው። የአዙዛ ስትሬት አገልግሎት በብዙ አስደናቂ ታሪኮች የታጀበ ሲሆን አዘውትረውና ሌሊቱን ሙሉ ለአርነትና የእግዚአብሔር እጅ በሙላት እንዲዘረጋ
يتسليو لنبرو فانا وقي يمن فسكروس خايل آقل قاوش جيزي يمي بالو تنسا ساب كقمتوست يمي قبا آل نبرم يكزيابيرن قال آمنو يكالون بتكبار مقلت تسفاس اي كورتو بسفرات شوخونو يتبابكو ينبرو النا امنتني تمولو آقل قاوش نبرو بمان نيوم هوني تا يكالو سلطان اندي قلت بتقات يميت ابابكو سووش نبرو بمكاكلات شو يالو سو يرشا ماسالاي تمچنا تباي لما تفاسين نسا يأزوزا آما نيوش بإرشا وست ايت ملالسو يكسيابيرن قال بماساولاينا بتباوش لاي ياوجو نبر كتسلهم بوهالا تباوشو بتاززو سفرا يكويو ينبر سيهون ودا إرشاوم بفتسوم تشاقرو عيقبو منبر عقراباج بونو إرشاوش لاي تفات يادرسو بيون انقوان يأما نيوش إرشا كميقن يبت بركت لاي يكويو نبر بأندروكت يأسات عدقا مكلاكي أبودن كان مولو تدقو بتدفيا ودا أزوزا ستريت كونفرنس لاي بدنقت كدر رسوبو هالا منم ياغنيو تسات آل نبرن يتسلوت بيتو عقابي نورو ينبرو سووج بهنس او لاي يسات نبالبال بما يتاتشو هنس او بأسات يقاينو بلو ودا أسات عدقا دبولو ينبرو سيهون يسات عدقا سرات نيوش جن تغين تو يا يوت يكزيابيهرن كبر نبر يا نبر عين سنتر فيل لوزينيا كمكسيكو يبهار سلات اي وشمت تكيت كيلومتر راك بلا بدبوب يوادر چالاي يمت تغين كتما نبج جنبوت غلت تسراس من سبا عامت امرت بسنتر فيل لوزينيا بمينورو سيمون نا فيليس سيمور بمي بالو بيت سبوست عند اسع اللج تولده يه بيت سب كبار النت نسع يوتاو كتكيت عمتات بفيت ينبرا بمهونو هتس عنو ويلي عمي تولدو زرن النت بات اللابات على مستنبر يدوك روش مبت انكس قاسي عراماج ينبرو كو كلاكس كلان عماتي بودن لعمتات يهايل المجا يوسر نبرسيون بتكارانيو يتوكروچن مهابراوي مبتنا فتح يمينفقو يجيم كرو هج مبالي ميتاوكو يتمسرتبت زمن زرنينتنا مكفافنم بابي تكرسيان كوان سايكر سرقو يقبابت وقت نبر كبار النت نتساكو طبوالا يسيمور بيتسبوچ برشاس راو سيسمارو لكن دا بيتسبوچو خلو ارسوم يادگا زيهيد ودا ارشاو قبا بمدب نيات مرتوست عالم عالفو سايبقرو بقلو متصاف كدوس مان ببنا راسون ماستمارون عطبقو تايايازو سيمور جيتان بتملكتا ينبرو امنت يسو ليوچن بملو نتسا يمياوتا بچنيا عملاك اندونا يترداسي هون كنبرو اونتنيا يكزيابير قال رابي تنسا منفسو بتقامي تنكاكا وطات نبر بيوتو ملكو تاوي رأييني تلمامد وطات ينبر سيهون يكريستوس مسعاتن بقوقوت يتبابك نبر سيمور خيام مستامت سيمولاو ببتاچن نس ميت اندينو ريادر رقون يأمرو اسرات بمسبابر بوقتو بتقام تكيت يونو تقروچ ميادر قوتن دبو لوزينيا لقو بموتات ودسمين انديانا بوليس عامرا بوقتو ياسراز 1900 عامت امرت هزب قطرا مزقبوست اندت يازو كامتو اصر اج يميونو تقروش بچان برو يدبون كل اللقو يميوتوت سيمور
سو سرّا شون زرّين نت سنسلت النا أتر لقد دبون دم مايتشل بمامن دبوب لوزينيا لك أو لموتات كرتنيا يهونو ساني أدرّك كدوسان النا يفنتي تا بشتا كدبوب قطرا ما سفرا بتلي ملكو إنديانا بوليس يبلت سجج كتما بمهونو بزو يسرا دلين برات بيهونم يسرا بروتشو قن لتكروسوش يتكفتو آل نبرون كزي متنسا سيمور لياغن يچالو بچن ياسرا يهوتيل بيت آستنا غاجنت نبر إنديانا بدرس بتكيت كانات وست تنكارانا خلونا كف بونا يهونجيل آغل قلوت بميت تاوكو بسامين ميتوديست بيتا كريسيان اغزيابيرن ياملك جمر يه بيتا كريسيانوا تنكارا مسالينت سيمور يبلت امنتون انديات انكر يادر رغوسيون يه يسوس كريستوس نمواجد سرا بكالمنا بزر وين بنرو درجالاي يه تمسرتن دالونا ينبرو منتلاي يبلت امرداتن اندياغين عادر رغوتا بزوم سايكوي با انديانا ينبرو يزرنينت اكايد ايبرتان دمتا سيردا اوهايو قزات بمزواور بميتوديست بيتا كريسيان ماملك بيجمرم ينبرات شون قطر يمتعف قدوس استمرو باستوال اقزي تنكارا يجون ويسلي تكتاي بمونو لكبلات شو عالشالم ويسلي انكارا بونت الوت بكدسنانا بملكوتاوي فوس يامني نبرا اقل قايسي هون با يسوس كريستوس منم اينت ليونتنا مكفافل اندليل يمياستمر نبر سيمور انداستوالوغن ميتوديستو چكدمون يمنتاچون مسرت اندتووت نبر با بيتا كريسيان فلقاوس بنبرا بتوقت يكزيابي هي ريفايفال انكسك عزي بمبال يميتا وك بيتا كريسيان بمانيتو بزي سفرا عبرت مادرق جمرة يه عبرت يميتا وك او يموزيك عامس ساريان يميتا كمو بقال لبابسا جو كمشكر كر كشفراننا كارتا كمتشاو تراكو سووش سبسب بمونو سيهون منم منكوان بايمانو سراتو استتيازة بيونم بملكام خونة بكفوني تاوتش وست بأمنتاتشو دستنجوش نبرو سيمور بزي بيتا كريسيان تقباين نتنيا قنيسي هون يه آقل قلوت تريوني ميتاقبلو بزي سفرا نبر آقل قلوتو لما قبل كمفراتو يتنسا كتريو قار بزو يتاقلسي هون بزي هوني تاوست ايال بزمنو عدقن يابوني فنتات عبشتا تيازة لسوس سامنتات كزلك اكباد ممنا سقاي بوحالا بشتاو يفيت اباسات توبت كمالفو باشاقر يقراينون ملو بملون بيتاور عدر رقو سيمور لقاقل قلو تريو منلاش بالمستطو يمت عبت ممندون سلت سماو لقزي عبير كدهيوتون بمستط بنبربت بيتا كريسيان وست يوانجيلاو النت آقل قلوت جمرة بتلا يو سفراو تم يتنكساك كسا يراسون وچي بمشفن ياقل قل نبر بزان زمن ستوتاني ميت ايقو تكيت آقل قوت بچا بمونات شو سيمور بأرسو زريان دالو آقل قوت خلو اكزياب هير كتران منورين ارسو راسو يا زقا جالي ميل سنو منت نبرو بلسان مناقر سيمور اوهايون بملكك بمنقلو لا يونجيل اقل قلوتن ياد الرقا وده تكساس اكنا بتكساس خوستنم بدرس اقزي يتكبلو بيتسب مانيتو يا اقل قلوت وانات ابيعون بخوستن اد الرقا በ1905 ዓመተ ምህረት በጋላይ ወንጌላዊ ቻርልስ ፎክስ ብርሃም በሆስተን ከተማ ፕራይን ሆል በሚባል ቦታ
የጀማ ዮንጌል ስብከት አገልግሎት አድርጎ የነበረ ሲሆን በየምሽቱ ከስራ ሰዓት ውጪ በአውራ ጎዳናዎች ላይ የትራፊክ መጨናነቅ በማይኖርበት ጊዜ ቻርልስ ፕራምና አብሮት የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የቅድስቲቱን የኢየሩሳሌምን አለባበስ ለብሰውና የሐዋርያ እምነት እንቅስቃሴ አርማን በመያዝ የጎዳና ላይ ጉዞ ያደርጉ ነበር። ጋዜጦችም ከፍተኛ ሽፋን በመስጠት በጎ በሆነ መልኩ ዜናውን በየለቱ ይዘግቡ ነበር። ሆስተን የተለያየ ዘር ያላቸው ሰዎች መኖሪያ በመሆኗ የባህል ማዕከል ተደርጋ የምትቆጠር ስትሆን በቻርልስ አገልግሎትም ተስበው ከተለያየ ዘር መጥተው ስብሰባውን ከሚከታተሉት ውስጥ የሴሞር የቅርብ ጓደኛ የሆነች ሚሲስ ሉሲ ፋሮ የምትባል ሴት አንዷ ነበረች። ሉሲ ከቻርልስ ቤተሰብ ጋር የጠበቀ ወዳጅነት የነበራ ሲሆን በሆስተን አነስተኛ የሆነች ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ነበረች። ቻርልስ በሚኖርባት የካንሳስ ከተማ ከቤተሰቡ ጋር አብራ ከመጣች የአስተዳደር ሥራውን እንደሚሰጣት ጥያቄ ባቀረበላት ጊዜ በእርሷ ቤተ ክርስቲያን ያለውን የመጋቢነት አገልግሎት እስክትመልስ ድረስ ለሁለት ወራት ያህል ሴሞርን እንዲቀበል ጠየቀችው። ሉሲ እስክትመለስ ድረስም ቤተ ክርስቲያኗን ለመምራት ጥያቄዋን ተቀበለ። ሉሲ ወደ ሆስተን በተመለሰች ጊዜ በካንሳስ በቻርልስ መኖሪያ ቤት የተካፈለችውን መንፈሳዊ በረከትና የተቀበለችውን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ለሴሞር ባካፈለችው ጊዜ በሰማው ነገር ልቡ ስለተነሳሳ አስተምሮውን በተመለከተ ለሉሲ ጥያቄ በማቅረብ ለመረዳት ይሞክር ጀመር። ሴሞር በልሳን የመናገርን ስጦታ የተቀበለ ሰው አልነበረም። የነበረበት ቤተ ክርስቲያንም ይህንን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የማይቀበሉ ሲሆን የዚህ ጸጋ ተካፋዮች አልነበሩም። በዚህ ሁኔታ ላይ ቻርልስ ፕራም በሆስተን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የመክፈት ሐሳቡን በማሳወቁ ይህን ተከትሎ ሴሞር በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲመዘገብ ሉሲ ታበረታታው ጀመር። ሉሲ በነበራት የጋለ መንፈሳዊ ጥማትና በእርሱ ውስጥ እያደገ ከመጣው ፍላጎት በመነሳት ሴሞር ሐሳቧን በመቀበል በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ ሊመዘገብ ቻለ። በሆስተን የተከፈተው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በቶፔካ ካንሳስ ከነበረው ጋር ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን የትምህርት አሰጣጡና መኖሪያቸውም በአንድ ክፍል ውስጥ በመሆኑ አስተማሪዎችና ተማሪዎቹ ቀንና ማታ አብረው በማሳለፍ አብረው ቃሉን በማጥናትና በመጸለይ ከተለመደው መማር ማስተማር ወጣ ባለመልኩ ነገሮችን ይከናወኑ ነበር። ተማሪዎቹ የትምህርት ቤት ክፍያ መክፈል የማይጠበቅባቸው ሲሆን ለማናቸውም የሚያስፈልጋቸው አቅርቦት በእግዚአብሔር እንዲታመኑ ብቻ ከነርሱ ይጠበቅ ነበር። ቻርልስ ፕራም የሴሞርን ጥማት በመረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ ተቀብሎት በቀኑ ክፍለ ጊዜ ብቻ እየተገናኙ ይማር ነበር። ሴሞር የቻርልስን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ሁሉንም የሚቀበል ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን በተመለከተ ግን ሙሉ በሙሉ የሚቀበል ከመሆኑን ባሻገር ከዚህ በመነሳት የራሱን ስነ መለኮት መረዳት ሊገነባ ችሏል።